استجابت وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل فوري لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شأن التحول نحو الحكومة الذكية، حيث أطلقت الوزارة باقة متنوعة من خدماتها عبر تطبيقات الهاتف الذكي بما يمكن المتعاملين من التواصل الدائم معها وعلى مدار الساعة للاستفادة من الخدمات بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم وظروفهم في الوقت ذاته. واليوم تقدم الوزارة خدماتها الذكية من خلال 5 تطبيقات مبتكرة تشكل إحدى قنوات تقديم الخدمة وتتوافق مع معايير الجودة والتحول إلى مجتمع معلوماتي نموذجي ذكي. وتتوجت هذه الجهود بفوز الوزارة بالعديد من الجوائز، من أبرزها جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول عن قطاعي الاقتصاد والتجارة والتعليم لعامي 2015 و2016، وجائزة درع الحكومة الذكية العربية لعام 2016. ويعتبر تسهيل إحدى هذه القنوات، حيث يتيح للشركات الكبرى الاستفادة من الخدمات ذاتياً وبشكل إلكتروني أو من خلال مراكز الخدمة الخاصة التي تزودها الوزارة بهذا النظام. كما تقدم الوزارة خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني الذي يحقق شمولية المحتوى وفق أعلى المعايير الدولية، وهو ما جعل مؤسسة صامت العالمية للإبداع تمنحه جائزة الريادة في فئة المواقع الحكومية. وتحرص الوزارة على تطوير أنظمة رقابة سوق العمل من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، حيث تجلى ذلك في إطلاق نظام التفتيش الذكي الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كونه يحقق مخرجات ذات كفاءة عالية من خلال أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشآت المستهدفة. كما طورت الوزارة نظاما إلكتروني يتيح للمنشآت تقييم ذاتها، وهو من شأنه تسهيل عمل المفتشين عند زيارتهم للمنشأة. ويشكل نظام حماية الأجور آلية إلكترونية مبتكرة للرقابة على سوق العمل، حيث تقوم المنشآت بتحويل أجور عمالها من خلال هذا النظام إلى البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية في ظل رقابة الوزارة بالشراكة مع المصرف المركزي. وابتكرت الوزارة جهازا ذكيا لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، يعتمد في عمله على شاشة ذكية، حيث يستطيع العامل بعد إدخال بياناته مشاهدة فيلم توعوي تفاعلي وبلغات عدة. وتستعد وزارة الموارد البشرية والتوطين لتشغيل مشروعين مبتكرين، أحدهما يتمثل بسيارة مستقبلية للتفتيش تعتمد في آليتها التشغيلية على منظومة متكاملة من النظم الذكية المترابطة، والآخر عبارة عن طائرة استطلاع ذكية تعمل بجهاز تحكم عن بعد لدعم مفتشي الوزارة خلال تنفيذ حملاتهم التفتيشية.